ما عندك بيت؟ أنا وحيد بير الطلة، ولأن الواحد ما يقدر يمنع أهله يكبرون ويتمرضون ويموتون. شلنا هواي نصيد ونزرع تمن، بعدين جت الحرب والأمراض واخذت الكل. أخوه ما رح يضل وحيد، يجيك يوم تتزوج. عندي شعر طرفين إيدي خشن، والناس تشغلني مثل الجاموس، بس مو معناها أني مستعد أتزوج. هسه ما مستعد، لكن من تكبر على وش أكبر؟ حتى أروح عسكرية ومود الحرب. الحرب أكيد تنتهي قبل ما يطلبوك للخدمة العسكرية. الحرب ما تنتهي، من فتحت عيون على الدنيا وهي بحرب. والله حق الناس تصير أفرار. إذن هي الحروب والأوبئة، فإن نجا سكان الأهوار من إحداها تناولتهم الأخرى وقضت عليهم. في الحقيقة لم يأتي اختيار المخرج لمنطقة الأهوار عبثا، فالمكان السينمائي لديه خصوصية تنبع من أهمية توظيفها على نحو يخدم الفكرة، وفي هذا الفيلم كان المكان تحديدا هو الشخصية الرئيسية. فالأغوار الواقعة كما نرى في دلتا نهري دجلة والفرات عبارة عن جزر صغيرة متباعدة ومحاطة بالمياه، لا يمكن الانتقال بينها إلا بواسطة القوارب، وهي بذلك تعطي للمشاهد إحساسا بأن المكان معزول عن العالم وعن مظاهر الحياة المدنية. وعلى أثر الحروب المتلاحقة التي عاشها العراق، شكلت الأهوار ملاذا لآلاف اللاجئين والفارين من الحرب، مما دفع الرئيس السابق صدام حسين إلى الأمر بتجفيفها وإهمالها لتعيش تلك المنطقة كارثة بيئية كبرى ستبقى في ذاكرة الإنسانية كواحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي سببها إنسان. لنتابع. العيشة هنا صعبة، راحة البال بيها قليلة والهموم مش كثيرة، ما تقدر تتكيف وياها. أقدر. أنت ما تعرف الحياة هنا، شغل بالشمس والطين وديك اللي تخشن من لازمة المنجل والمجداف، هذا بلا الأمراض اللي تخلي الناس يخلفون هواية، بلك تعجلهم واحد. كل هذا ما يخوفني، ناسنا من الحروب ما يخاف من شيء. مسألة مو مسألة شجاعة، المرات لك تعرف شلون تتكيف ويا الحياة هنا. يعني إذا أحكي لك عن الجوع من صدق اللي بس هنا نعرفه، الجوع اللي يخليك تضرب بطنك حتى تنسيها حاجة الأكل. زهرة ما عرفت هذا الجوع، هذا يزيد عن جابي بيه. إيه لازم نعجب بالنسوان المثلها، نعجب بيه نساعدين. في المشهد الأخير تختفي كل مقومات الحياة، حيث الحب والكره يدمران كل عناصر الفيلم، ولا يتبقى سوى منابت الحب لينمو من جديد، فبقوته ستعيد البشرية بناء الحياة من قلب الدمار والخوف. هذا الفيلم يعترف بوجود جراح تنزف، لكنه يطالبنا بنسيانها وإكمال الحياة. لكن السؤال، إلى متى؟ وماذا لو عملنا على تضميد هذه الجراح واتخذناها عبرة لنا في المستقبل حتى لا تنكأ من جديد؟ نتابع. الجنون نزلوا من طيارة، قالوا يدورون على متمردين، صاروا يجتمعون من أبو علي الشيخ جاسم، رادوا يجاوبوهم، ضربوهم بالرصاص. خوفي غطيت وجهي بالفوطة، الكل بعدين فروا لي إيران. انسي اللي صار، تبريك أبوس.
بس جان صدق، بس انت واني صدق، هسه وغادي رح نعيش سوا ما نتفارق. ينتمي الأسلوب الإخراجي في هذا الفيلم لما يعرف بتيار السينما الشاعرية، ولأنه يقوم على الصورة الشاعرية والحوار كجزء من هذه الصورة، فلا يمكن كسر هذا المناخ وهذه الصورة بحوار صارخ مباشر. من هنا كان المخرج عباس فاضل موفقا في الهدوء والحزن اللذين رافقانا طوال الفيلم، إلا أننا شعرنا بنوع من التغريب فيما يتعلق بالأغاني الفلسطينية البعيدة تماما عن هوية المكان. مكان التصوير أيضا أبعد ما يكون عن الأهوار الحقيقية، حيث صور الفيلم في دلتا النيل، وبالتالي فإن البيئة التي تدور بها الشخصيات والأحداث يتضح للمشاهد العراقي خاصة مدى زيفها، مما زاد هذا الاغتراب عن المكان. معظم الأخطاء في تفاصيل الفيلم تشير إلى ضعف المادة البحثية لدى المخرج، لكن دعونا نقرأ مادة هذا الفيلم مرة أخرى من خلال عين ناقدة تروي لنا الحكاية بطريقتها الخاصة. نتابع معا الأستاذ قيس الزبيدي في هذه الفقرة. الفيلم معمول بشكل جيد، بس معمول بشكل جيد يعني أنه عندك التصوير مدهش، حول المنطقة هذه البائسة الفقيرة اللي تعاني ضمن المكان وضمن الديكورات، حولها كما لو كانت يعني واحد بيشتهي بيروح يعمل سياحة هناك يعني. فبعتقد مع أنه المخرج وفريق التصوير يعني نفذوا الفيلم بسوية تقنية وفنية عالية، لكن بقى بنقول ببساطة أنه شكل الفيلم وحلوله البصرية، عارف كيف؟ والعناصر اللي تكون منها إن كانت الحكاية أو الشخصية أو البيئة أو حتى الملابس، هي بواقع الحال بعيدة وغريبة عن المادة أو المكان اللي تجري في أحداث القصة. فيلم الروائي هو إعادة يعني إعادة بناء، إعادة تركيب. فإذا أخذنا مثلا مثل هذا، أنه نجد أنه هذا الفيلم حقق على صعيد التقنيات، صعيد التصوير، صعيد المكساج، التمثيل إلى حد ما يعني في إشكالية، على صعيد تشكيلية الصورة حقق قفزة نوعية بالتجرد عن يعني هذا الجانب التحليلي. يعني كنت مندهش في حالات كثيرة من كفاءة وحرفية يعني مخرج الفيلم، انه بعده شاب وهذا فيلمه الأول. أحس مخرج الفيلم بضرورة الأرشفة لمرحلة مهمة من تاريخ العراق، في محاولة لوصل من قطع من تاريخ السينما العراقية التي تعرض أرشيفها السينمائي للضياع في الحرب الأخيرة. أحس المخرج بعمق التأثير الذي تحدثه قصة حب عذري تنمو في زمن الحرب، ثم بعد أن نتشارك كمتلقين لحظات الحب والدفء بين الحبيبين، يذهب أحدهما ضحية تلك الحرب، لنختبر كمتلقين بعد ذلك قسوة الموت وفداحة الخسائر التي يتكبدها المرء بسببها. هذا التقابل يجعلنا ندرك قيمة الحياة، فنغدو أكثر تمسكا بها وبالحب الذي يمنحها بريقها الخاص. فجر العالم مشاهدينا الكرام، فيلم إنساني وسينمائي بالدرجة الأولى، هو دعوة للبحث عن هذا الفجر القابع في حلكة الموت والمختفي وراء أدغال الحروب. وما الحب الذي نبحث عنه إلا ترياق للنفوس الضائعة في عالم باتت الغلبة فيه للظلمة ومدمني الحروب. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية فقرة برنامجنا رسائل سينما لهذا الأسبوع، آملين أن نكون وفقنا في تقديم المتعة والفائدة في الوقوف على إحدى رسائل الفن السابع. كما نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد البرنامج الظاهر أمامكم على الشاشة، رسائل @baltodaytv.com.
لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل، فحتى ذلك الحين هذه تحياتي وتحيات الزميلة فوزية حرب في الإعداد مع كل فريق البرنامج. أطيب المنى وإلى اللقاء. تعال. هذا شنو؟ خلاص سيدي. ها؟ نعم سيدي راس. أعرف شنو راس. بعد ليش تسأل سيدي؟ شابو روح جيب وصلة. يلا. قرايبك زنجي فرنابلخ؟ هو مو قرايبي. سمعت حركت بيته. ممكن نحرق بيتك. هيسوي نار عالية. اسمع حجي، احنا راح نمسح الغوغاء من على وجه الارض ومصلحتك تساعدنا. ساعدكم شلو؟ تقول لنا وين خاتل زنجي. انا منين اعرف وين خاتل زنجي؟ انت عرفت احنا حرقنا بيته. ماكو دجاجة بيض هنا ما تعرف بيها. ليه صفن؟ انا تعنظف.